ادعمونا بلايك واشتركوا في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث يوم 4/1/2022 ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا الجاموس العشر والوالد واللبن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعرفوا بيك الاول؟ توك توك فايد. توك توك فايد. بسم الله ما شاء الله. فايد توك توك فايد. بسم الله ما شاء الله. والده توك توك. والده يا معلم. الله يبارك لك يا توك توك. اللهم صل على النبي. اي دي يا توك توك ذكر ولا انتاي؟ بسم الله ما شاء الله على النتاي. عمرك قد ايه يا توك توك؟ عمرك 12 يوم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا توك توك. العرض بتاع التوك توك فايد يا جماعه. وبسم الله ما شاء الله. والمعلم حسين فايد برضو. الله يبارك لك. والمعلم هلال فايد. بسم الله ما شاء الله على الجاموس الابيض يا جماعه. الله اكبر. اسحب يا معلمي. فيها قد ايه لبن يا معلمي؟ 5 و6 لبن يا جماعه. الجاموس الطيب يا جماعة. اللي عايز يفتح بيت بسم الله ما شاء الله. 5 و6 أولاد فايد. فايد الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 5 و6 لبن يا جماعة وراه انتهى. بسم الله ما شاء الله. عمر 15 يوم أسبوعين يعني ماشي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. 5 و6 لبن يا جماعة. بين البز والبز شبر. بين البز والبز شبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اثباتي بقى. اللهم صل على النبي. طب ما فيش حد يجرب لنا حلبات ده يا توك توك؟ احلى حلبات حبيبي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على اللبن يا جماعه. حلفيات اهو. الله اكبر. صل على النبي بقلبك وقول عليه افضل الصلاه والسلام. حليب يا قشطه. الله اكبر. الله اكبر على الحليب يا جماعه اهو. المعلمين قول له عجله تنيه يابا. عجله تنيه. الله يبارك لكم يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. في حاجه غيرها يا توك توك ولا احنا تاخرنا النهارده عليكم؟ تاخرت والله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله وكيل. عامله كام يا توك توك؟ ايه الله وكيل. 32,500. 32,500 يا جماعه ورا انت. كسره حقيقيه يا توك توك؟ ايه كسره 6 اسنان. كسره 6 اسنان. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 32,500 يا جماعة. الجاموس الطيب مع ولاد فايد اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اسحب عشان المشاهد يملي عينيه يا حاج. الله يبارك لك يا توك توك. تاخد رقم التليفون؟ ايوه ادينا رقم التليفون. 012 28 96 96 25. الله يبارك لك يا توك توك. اولاد جاموس الولد اولاد فايد. الاولاد اولاد فايد. الجاموس الوالد قاعدين فين يا توك توك؟ ابو حمص. في القرويه ولا فين؟ في لا في القرو. في القروي. القروي تبع ابو حمص. الله يبارك لك يا توك توك. صباحك. بسم الله ما شاء الله على الجاموس النهارده في ابو حمص يا جماعه. وتعالوا نشوفوا الجنايين اللي شاريين. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. نتعرفوا بيك عم الحاج كرم عبد الحليم طعيمي وسامح سعيد النجار. منين يا عم كرم؟ من ابو حمص نصر الله بركه غطاس. على راسنا يا عم الحاج. الله يبارك لك يا حاج. جنايه ولا تاجر؟ لا احنا تجار. تجار. على راسنا يا عم الحاج. معاكم قناه المواشي اليوم وعايزين نعرفوا الاسعار ايه. بأمانة الله دي ب 32 وكام يا ابني؟ ب 32 ونص. 32 ونص. الله يبارك لك. وراها ذكر ولا انتهي؟ وراها ذكر. وراها ذكر. عمره قد ايه الذكر ده؟ يعني 40 يوم. عمره 40 يوم. بسم الله ما شاء الله. عمره 40 يوم يا جماعه اهو الذكر. وجاموسه طيبه. كسره حي يا عم الحاج. لسه يا حبيبي لبان. طب فيها قد ايه لبن؟ ستات لبن. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ستات لبن اهي. 32 ونص يا خال. 32 ونص. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 32 ونص يا جماعه. جاموسه طيب. جاموس الطيب في ابو حمص النهارده اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباح الخير يا باشا. صباح الفل. لا لا يا عبد الحميد ولا لا يا عم انت مش هتزعل عني. طب ممكن رقم تليفونك؟ صورنا حاجه. حاجه كرم. صورنا حاجه كرم. ليه كرم؟ حاجه كرم. كام يا حاج؟ 012 2 4 2 2 8 8 0 1. 8 8 0 1. معاك حاجه غير دي يا حاج؟ لسه في السوق. ها؟ طالعين. لسه في اتنين. كان معاه اتنين لسه طالعين. الله يبارك له يا حاج. يعني عندك حاجه هناك لو حد تواصل معاك برضه في ال اي حاجه اتصل بيا اللي انت عايزه موجود. جاموس والد وعشر ولبن. والد بقر عجول ذكوره موجود كبير. الله يبارك لك يا حاج. واجعل صباحك ابيض. اي حد تواصل معك تبع قناه المواشي اليوم تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض يا رجالي. متشكرين جدا. الف سلامه. السلام عليكم. سلام.
بسم الله ما شاء الله على الجاموس النهارده في سوق ابو حمص يا جماعه. اللهم صل على النبي. الجاموس الطيب والده احسام عشر. بسم الله ما شاء الله. انا جاي لك اهو حاضر دقيقه واحده بس. جاموس العشر يا جماعه في سوق ابو حمص اهو. اللهم صل. جاموس رجاله يا عم الحاج صباحنا ابيض ان شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. نتعرفوا بيك طيب. احمد فتحي فايد يا ابو. احمد فتحي فايد منين يا عم احمد؟ من القروي. من القروي احسن ناس يا باشا. طب الجاموسه دي صنعتها يا عش؟ عشر ثلاثة يا ابو. عشر ثلاثة بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن؟ فيها 3 و4 لبن. 3 و4 لبن يا جماعة. كسرة حية؟ ولا سن. ولا سني. اسحب يا شيخ. بسم الله ما شاء الله. عشر ثلاثة يا جماعة وفيها 3 و4 لبن اهي. اللهم صل على النبي. 29.5 بس. عاملة 29.5. الله يبارك لك. 29.5 يا جماعة وعشر شهرين. اللهم صل على النبي على الجاموس الطيب في سوق ابو حمص اهو. طب ممكن رقم تليفونك يا معلمي؟ 012 048 016 043. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. على دماغنا حبيبي يا باشا. نهارك ابيض. متشكرين جدا. نشرفنا بيك معانا النهارده. الله يبارك لك. صباحك ابيض. معلم اللهم صل على النبي يا جماعه الجاموس الطيب في سوق ابو حمص اهو. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. احمد رميسي معاك. المعلم احمد رميسي منين يا عم احمد؟ من الدرويه. الله يبارك لك يا عم احمد. معاك ايه يا عم احمد؟ والده ولا ذكر ولا انت يا عم احمد؟ وراك تاي. بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه يا عم احمد النتايه دي؟ يعني بتقول 35 يوم يا جماعه انتهى. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا رجاله. نهارنا ابيض ان شاء الله. صباح الفل. عمر 35 يوم نتايه. بسم الله ما شاء الله. كسرة حي يا عم احمد. لا ده شابه بنت التالت. شابه بنت التالت. تالت ولد يعني. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن؟ عارف البيت وراكب مع محمود. 6 كيلو لبن يا جماعه هي وراها نتايه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الاعدل الماء. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. ما فيش حد يجرب لنا الحلبات دي؟ حبيبي عم احمد. بسم الله ما شاء الله. حبيبي عم احمد. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا عم احمد. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. حنفيات لبن. الله اكبر. الاربع حلبات اهو. ما فيش جاموسه تطلع حلبها بتحلب كده. الله اكبر. لازم على الجرم. اي الله يبارك لكم والله. انا ماسك ديل اهوت وجاموسه واقفه لوحدها. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. اللي عايز الجاموس الهادي اللي يفتح بيته. الله يبارك لك يا عم احمد. الله. بسم الله ما شاء الله. الاربع حلبات اهم يا جماعه جربهم عم احمد. بسم الله ما شاء الله. وانا قد كده. الله يبارك لك يا عم احمد. بتاع جاموس. الله يبارك لك. الله يبارك. مش حمال بتاع حميق. الله يبارك لك يا عم احمد. دي تفتح البيت الخربان. المعلم احمد المعلم ابن المعلم معلم برضه يا جماعه. الله يبارك لك يا عم احمد. في جاموس بالطراز دي ده نادر. الله يبارك لك يا عم احمد. الاربع حلبات يا جماعه هم. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز معاه معون دلوقتي ينزل لبن احلبه. لو معاه معاون ايوه حرام بس ينزلوه على الارض ايوه كده. الله يبارك لك يا عم احمد. هي كده ما تتحركش. عامله كام الله وكيل يا عم احمد؟ احنا والله عايزين 38,000. عايزين 38,000 ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله على الجاموس الطيب يا جماعه. 38,000 يا عم احمد. يعني اخرها كام يا عم احمد برضه عشان المشاهد؟ الله يبارك لك. ثابت عشان الناس برضه. ثابت احط لك 35,000. 35,000 الله يبارك لك يا عم احمد. 35,000 ورا انت يا جماعه. عمر قد ايه يا معمد؟ شهرين ولا شهر ونص؟ 35 يوم. شهر وخمس ايام يعني. ماشي قول شهر. ايوه الله يبارك لك يا عم احمد. بسم الله ما شاء الله. هيت يا جماعه عمر الشهر هيت عقله. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم احمد. جاموسه عامله 35,000 وفيها 5 و6 لبن يا جماعه. طب ممكن رقم تليفونك عم احمد؟ 012 2 3 5 2 6 1 2. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب يا عم احمد. نعمل معاه احلى واجب حبيبي. انا اكبر تاجر جاموس. الله يبارك لك يا عم احمد. معلم احمد ابراهيم جبر الرميس. المعلم احمد ابراهيم جبر الرميسي من ابو حمص يا جماعه. الدرويه. الدرويه اكبر تاجر جمال. حبيبي على راسنا يا عم احمد. احنا شرفنا بيك النهارده يا عم احمد. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا رجالي. ناركم ابيض يا رجالي. صباح الفل. الله يبارك لك يا حاج. السلام عليكم عم الحاج. يا مرحبا. نتعرفوا بيك طيب. يا عبد سعد جبر الرميسي. عبد سعد جبر الرميسي. ماشي يا عم عبده. من ابو حمص طبعا. ايوه. طب صنعتها الجاموس اللي معاك ده يا عم عبده؟ والدي. والده ذكر ولا نتايه؟ والده نتايه. نتايه بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه يا عم عبده؟
عمره 20 يوم. 20 يوم يا جماعه انتهى بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نتايا طيبه عمرها 20 يوم. بسم الله ما شاء الله. كم ولد لا يا عم عبدو دين؟ اول ولد. اول ولد ليه؟ اه. طب كسر حي؟ لا ما كسرتش لسه. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن طيب يا عم عبدو؟ فيها اربعات وخمسات. اربعات وخمسات لبن بسم الله ما شاء الله يا جماعه. اربعات وخمسات لبن. ما فيش حد يجرب لنا الحلبات دي يا عم عبدو؟ جرب لنا الحلبات دي عسى. بسم الله ما شاء الله. على مهله. على مهلك عشان خايفة مش ضروري يا عم تجرب الحلبات، الحلبات حلوة يا عم عبدو. 100 100. الله يبارك لك، الله وكيل. عاملة كام يا عم عبدو؟ 30,000 إلا 200. 30,000 إلا 200، يعني ب 29 و800. آه. الله يبارك لك يا عم عبدو. وراه أنتايا يا بسم الله ما شاء الله. قلت عمرك قد إيه يا عم عبدو؟ قلنا 20 يوم. 20 يوم، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا عم عبدو. يا أبو حمص يا جماعة جاموسة اللهم صل على النبي ب 30,000 إلا 200 مع عم عبدو، وراه أنتايا بسم الله ما شاء الله هي. الله يبارك له. طب ممكن رقمك يا عم عبدو؟ 012 012 05 05 56 56 27 27 23 23. عم عبدو ابو حمص يا جماعه هو الدروي. الله يبارك له الدرويه. بسم الله اي حد يتواصل معاك يا عم عبدو تبع قناه المواشي اليوم. نعم. بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا عم الحاج. بارك ناركم ابدا رجالي. اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان الأسعار توصلكم يوم بيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء.